لو عندك مشكلة ان حجم الثدييين عندك مختلف، واحد اكبر من التاني، واحد اصغر من التاني، واحد تقريبا ما فيش ثدي خالص على ناحية والناحية التانية فيه ثدي عادي، المشكلة دي ما تقلقكيش خالص وليها حل بسيط جدا. طبعا بيبقى على حسب الوضع، في حقن الدهون بس، يعني حقن الدهون مجرد ان انا اخد دهون من منطقة البطن مثلا لو عندك بطن كبيرة، تمام، او اي منطقة، منطقة الارداف او اي منطقة فيها دهون، اخدها واحطها مكان الثدي يبقى من نفس المكان، او ان احنا نعمل تكبير لناحية بالسيليكون، او ان الناحية التانية لو كبيرة زيادة عن اللزوم بنصغرها ونعمل لها شد. كل واحدة، كل حاجة، كل حالة وليها حلها، تمام. فالحلول الجراحية كتير، وايا كان مشكلتك اختلاف حجم الثدي ما يقلقكيش خالص، وبإذن الله الحل موجود عندنا.